فرح وصلنا لمساحتنا القانونية اليوم. رح نحكي عن موضوع هلأ كتران كتير، تدين المصاري. كتير من الأسئلة رح ننقلها اليوم لضيفنا بالاستوديو، طبعا حول ضمان الحق بشخص تدين مصاري، يعني وكيف ممكن يسترد هذا المبلغ. هالموضوع تحديدا رح نناقشه اليوم مع المحامي الأستاذ أحمد دعبول. يسعد لي صباحك. صباحك. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير استاذ. يعني حلقات ماضيه حكينا فيها كثير عن سندات الامانه وفعاليتها ضمن القانون. اليوم اذا بدنا نحكي عن الدين، في حال احد الاشخاص استدان من الشخص الاخر، كيف بيضمن الشخص الاخر حقه بسندات امانه او كيف؟ هلا مبدئيا نحن عندنا للاسف هذا السؤال شائع، يعني بجوز نحن كمحامين باليوم بيجينا 10 او 15 مره، انا بدي اعطي مصاري، شو الوسيله الافضل اللي بتضمن لي حقي، اضمن انه هذا الشخص يرجع لي المبلغ المالي تم استدانته. هلا الفكره الاولى انه للاسف في عندنا اجتهادات شخصيه من قبل الاشخاص، يعني انه هذا بيقرر سند امانه، هذا بيقرر شيك، هذا بيقرر كتاب بصمه على بياض، هذا بيقرر كتابه شيء معين. انا النصيحه الاولى اللي بدي اقدمها بحيث انه الشخص يضمن حقه هي ذكر الالتزام كما هو، يعني انت مدين مصاري، اكتب سند دين، عاطي امانه على سبيل الامانه، اكتب سند امانه، عاطي في سبيل تشغيل وفي سبيل الحصول على ارباح، اكتبها على هذا الاساس، لكن اجعل هذا السند ايا كان التعامل حقيقي وموثق لدى موظف رسمي. هذا الشيء الاساسي بجوهر العام. موظف رسمي كيف يعني؟ اللي هو مثلا كاتب عدل، ممكن يكون عن طريق دائره تنفيذ بالمحكمه التابعه لموطن الاشخاص، يعني مثلا دائره تنفيذ دمشق اذا كان الموضوع في دمشق، انه يكون امام موظف رسمي، امام كاتب عدل، امام محكمه، امام اقرار بالمحكمه، امام جهه رسميه ايا كان، لانه مع الشخص عم مثلا انا عم بدين مصاري وعم بدين مصاري عم سوي سند امانه، هو قد يكون له ايجابيات علي انا كدائن، كأنا شخص أعطيت المصاري، وقد يكون عليه سلبيات كمان، أنا عندي سند أماني أنا ما فيني أتقاطع منه أرباح على سبيل المثال. لهيك الشيء الأول هو أنت اذكر الالتزام تبعك كما هو حقيقة، ولكن لا تنظمه بينك وبينه ما يجعله موضوع تداعي، موضوع دعاوى قضائية قد تطول الأبد فيها. خليه الالتزام حقيقي المتفق عليه فيما بين الشخصين الدائن والمدين، ولكن بشكل رسمي موثق امام موظف رسمي. نعم. يعني استاذ احمد، نحن بحلقات سابقه حكينا عن سند الامانه، اليوم بدنا نحكي عن الدين بشكل خاص. تمام. كيف يمكن الشخص يضمن حقه بتحديد بعض النقاط اللي بتكون مبهمه احيانا، مثل التقسيط مثلا، بيعطي اياهم بالتقسيط او التاريخ معين يعطي فيهم، يعني ما بيكفي بس انه يكتب سند، في هيك نقاط توضيحيه لازم تكون مفهومه وواضحه مثل ما قلت. تمام. هلا بدايه لما شخص اتفق شخصين على استدانه مبلغ من المال، رح يكون بتنظيم سند، فلنقل نحن بالصيغه الحقيقيه عم نحكي، نحن بتنظيم سند دين بدفعه، سواء بدفعه اولى بتاريخ الوفاء بتاريخ معين، او سواء تسديده على طريق اقساط، لا مشكله لحد الان عندنا الموضوع. حتى يضمن حقه بهالشيء هذا لازم يتم توثيقه او وضعه امام جهه رسميه. الشيء امثل لضمان حقه اللي هو انه يسال المدين عن وجود اي شيء باسمه، يعني فلنقول انا استدنت بغيه افتح مشروع تجاري، وهذا المشروع التجاري خسر معي انا، مو تجاري ما عم ياخذ ارباحه، فقط استدانه نحن عم نحكي، اذا كان في ارباحه صار في عمل استثمار، صار في اجار، صار موضوع اخر، شخص تدين مصاري بغيه فتح مشروع تجاري وربح او خسر عفوا، هون كيف بده يضمن حقه؟ طب خسر مشروع تجاري الدائن، انا راحوا المصاري عليه باعتبار خسر مشروع، انا حتى يتم ضمان الحق انا بقوم بوضع اشاره على عقار او على سياره او على اي كان من ممتلكات الشخص الاخر بقيمه هذا الدين، وضع اشاره رهن درجه الاولى، وضع يضمن حقي انا بتاريخ الوفاء، بس اتفقنا نحن الدائن والمدين اتفقوا على اللي يتم ايداع المبلغ واعاده المبلغ خلال فتره 6 اشهر، انا خلال 6 اشهر لم يتم اعاده المبلغ، انا بحق لي كدائن بموجب احكام القانون المدني ويوجب احكام قانون اصول المحاكمات السوري اني انا اقوم بالتنفيذ على اموال هذا المدين بشكل فوري، حتى ما في اطاله لامد التقاضي، يعني ممكن تكون دعوتي بعطوا اول مهله 5 ايام اخطار، اذا كان السند رسمي، إذا كان السند رسمي يتم التنفيذ عليه بشكل مباشر، أما إذا كان السند عادي فقط منظم ما بين الدائن والمدين فقط، فهو في يطرحه على دائرة التنفيذ تبع فيها بالمحافظة، لكن المشكلة هون في حال حضور المدين وقام بإنكار هذا السند هو رح يرجع إلى دعوة قضائية مستقلة للفصل في موضوع النزاع. ممكن ينكر السند؟ ممكن، على أشخاص بالنهاية، يعني يوجد الصالح والطالح، يوجد الخير والباطل، إذا أنكر السند أنكر بصمته.
لو انه حتى مو على هي موضوع سهل، نحن ممكن نسوي مضاهات بصمة، نسوي استكتاب، نسوي خبرة على البصمة يتأكد، لكن التنفيذ نحن أنا عم بحكي حتى مثل في أمد تقاضي، كل عام بقول لك أنا بدي أروح على المحاكم بيضلني سنتين ثلاثة أربعة سنة. هي المشكلة اللي بفكر هو كثير من الأشخاص لما أنا عم نظم هالشيء هذا أمام موظف رسمي لا يطعم بهالشيء هذا إلا بالتزوير. لكن في عندنا كثير طرق طعن نحن عنا، لكن أنا ما فيني لما تم تنظيمه إلا التزوير. أما أنا إذا ما كان أمام موظف رسمي عارفين يطعنوا السند المبلغ غير صحيح، البصمة غير صحيحة، أنا لما أكون موجود الدين كليات غير موجود، التعامل في أكثر من وسيلة للطعن هذا وإنكار هذا السند. لكن عند تنظيمه أمام موظف رسمي هو لا يطعن فيه إلا بالتزوير، وإجراءات التقاضي فيه سريعة، إجراءات تحصيل الحق سريعة، إجراءات التنفيذ لإستعادة مبلغ سريعة جدا. أستاذ عم تقول أمام موظف رسمي، بعض الأشخاص ما بيلجأوا يمكن لموظف رسمي، بيقولوا إنه 2 شهود ممكن يكون هذا الشيء كافي، البعض بيقول تسجيل صوت أو ممكن شات أو محادثات بين الأشخاص هي ممكن تكون دليل أو حتى مستمسك في حال إنكار الشخص المدين بالمبلغ قيمته أو في حال إنكر بشكل كامل إنه هو قام بالاستدانة. هذا الشيء شو مدى صحته وفعاليته بالقانون؟ نرجع على الأساس كنا في عم نحكي قبل شوي، عم ياخذوا على دعوه مستقله للفصل في موضوع النزاع على الدخول في طريقه الاثبات، سواء بالبينه الشخصيه قانونا اللي هي عباره عن شهود، سواء عن طريق المحادثات الصوتيه ممكن القاضي ياخذ فيها، سواء عن طريق الرسائل النصيه، الرسائل عبر الواتساب او برامج التواصل الاجتماعي. هذا كله صار في عندي موضوع دعوى اخرى قد تطول الامد، ممكن انا ضلني سنه وسنتين، وللاسف نحن مع الظروف الحاليه تغير سعر صرف الليره السوريه عندنا ممكن عم ينضر الشخص فيها. صحيح. حسب سعر الصرف المصرف المركزي عم ينضر الشخص من مبلغ لمبلغ، احيانا عم يزيد يزيد سعر الصرف مثلا النصف احيانا او الضعف، ممكن ينضر الشخص. هلا ممكن المحكمه اكيد رح تحكم بتعويض عن الضرر المادي، بتعويض عن الضرر المعنوي، رح تحكم بفائده قانونيه، لكن احيانا قد لا تصل الى درجه الخساره الحقيقيه اللي صارت بسبب انخفاض سعر الصرف. لكن الشيء الاساسي نحن حتى ما نرجع الحكي هذا عمومي، انا في عندي شهود فيني اثبت، أنا في عندي محادثات، في عندي أدلة، لكن هذا بالنهاية سند كتابي، والسند الكتابي قانوناً لا ينفى إلا بسند كتابي. لهالسبب هذا لما أنا بدي أقدم أنا سند كتابي عندي أنا لازم أتحضر بسند كتابي أنا حتى ما أفوت بكل هالموضوع النزاع وألجأ إلى محكمة موضوع للفصل فيه. أنا مجرد تنظيمه أمام موظف رسمي هو أصبح سند تنفيذي صالح للتنفيذ بشكل مباشر وبشكل سريع. نعم، يعني مثل ما قلنا كثير من العالم بخافوا من قصة سند الأمانة إنه تأخذ المحاكم وقت كثير طويل ليحصلوا حقهم. اليوم ذكرت نقطة أستاذ أحمد إنه ممكن وضع إشارة رهن على قيمة المبلغ حتى يطمنوا حالهم بوجود جهة رسمية. شو أبرز الأخطاء الشائعة اللي عم تمر عليك قضايا خاصة هلأ بهذا الوضع الاقتصادي عم تكتر قصص الدين؟ صحيح. كله عم يتدين فخبرنا عن الاخطاء الشائعه اللي عم تمرق عليك وحابب تنبه عنها العالم. هلا انا بعتبر مو الخطا الشائع بس الخطا الاكبر والاعظم الثقه. معلش نحن بظرف اقتصادي خاصه بالقرايبين تماما نحن بظرف اقتصادي سيء للاسف، نحن بموضوع يعني بحاله معيشيه قد تكون بحاجه الى معونه، بحاجه الى دعم مادي، بحاجه الثقه. نحن بدي اقول لو في ثقه، هل ما بدي انا اقول بالمطلق لا يوجد شيء بالمطلق او بالعموم، لكن لو يوجد ثقه فعلا او في التزام كل شخص بالحق، صاحب الحق يؤدي حقه، ما كان في عندنا محاكم، ما كان في محامين. صحيح. كل واحد انا بعرف حقي كذا انا اخذت، ما كان في دعاوى قضائيه، ما كان في الا بمواضيع بسيطه جدا. لكن للاسف احيانا الشخص مو بسبب قله اخلاق او قله دين او قله لا لا ابدا، لكن بجوز ساءت اموره، لكن الشخص الاخر كمان له حق عم يلجا للمحاكم. انا الشيء الاساسي اللي بحط عليه انه اول شيء وضع الالتزام بصورته الصحيحه، يعني كثير عالم احنا عندنا سند الامانه كثير متعارف عليه ضمن المجتمع، اي واحد بده يعطي اي واحد بيساوي سندات امانه، بكثر سندات الامانه. طب يا اخي صح سندات الامانه هي ممكن الشخص يتعاقب عليه حسب احكام الماده 156 157 قانون العقوبات، او بيساوي شيء مثلا حسب احكام الماده 152 153 عقوبات، لكن انت ليش عم تلجا لهالشيء هذا؟ انت الشيء الاساسي اللي متفق عليه بينك وبين الشخص نظمه بشكل حقيقي بشكل صحيح، حتى لو كان اخ، حتى لو كان قريب، حتى لو كان احيانا بيقول لك اخي في مانع ادبي نحن عندنا بالقانون، ما في داعي تفوت بكل هالقصص ما دام الشخص الاخر مانع ادبي بالقانون. مانع ادبي بالقانون يعني اذا شخص يعني استدان منه اخوه او استدان زوجته، استدان حدا قريب منه في حال لم يتم تنظيم سند، فهون في يتعذر هو انه ما قام بتنظيم سند كتابي رغم انه المبلغ كبير بسبب وجود المانع الادبي بيني وبينه، هي وجود صله القرابه. لكن المانع الادبي كمان بحاجه، يعني رجعنا لموضوع دعوه قضائيه قد تطول الامد.
لما انا عم قوم مثل ما حكيت زينب انه انا عندي اشاره رهن على موضوع معين، انا صار حقي مضمون 100%. لو بضل سنه، لو بضل سنتين، وبالخصوص مثل ما نوهت انا قبل شوي لفكره انه اختلاف سعر الصرف، في حال اختلاف سعر الصرف او ارتفاع سعر الصرف، نحن اذا كانت موجود سياره هي عم ترتفع، اذا كان موجود عقار عم يرتفع، اذا كان موجود عم يرتفع، فالشخص المدين ما رح يتاثر. صح. الشخص الدائم ما رح يتاثر، عم ياخذ حقه كما هو فعلا. لهالسبب هذا لما انا عم بوضع اشاره رهن، اشاره حجز احتياطي، اشاره وعم بيقر فيها الشخص وذكر الميعاد الصحيح له من دون يعني خلينا نسميها فبركات قانونيه، ساوي سند امانه، ساوي شيك، ساوي سند بصورته الحقيقيه امام موظف رسمي ضمن حقه بشكل امثل. في حال وجود واجتمعت كل الشروط لحتى الشخص هو ضامن حقه امام موظف الحكومي اللي نحن حكينا عنه، شو هي الاجراءات اللي ممكن يقوم فيها بشكل تراتبي، وقد ايه ممكن تبقى المده الزمنيه لحتى يحصل حقه؟ هلا هون ترجع لمحكمه الموضوع القاضي اللي رفعت امامه المحكمه، كون اصبح لما نحن رح نضطر لشهود لاستدعاء شهود، فهون انا صار في عندي خلاف في اصل النزاع ما بين دائن طلب دين من شخص وما دين انكر هذا الدين، فهون انا بحاجه الى استخدام كافه وسائل الاثبات بدءا بالسند الكتابي الموجود بين الدائن والمدين، وحتى وجود الشهود اللي بيثبتوا او وجود الرسائل مثل ما حكينا قبل شوي اللي بتثبت وجود هالعلاقه هي. هذا موضوع ممكن يطول حسب الادله المتوفره بالقضيه، حسب وجود الشخص، انه في عندنا اجراءات قانونيه، مجرد صار في عندنا دعوه قضائيه صار في عندي انا اجراءات قانونيه اللي تبدا بدايه بالتباليغ لحتى انا اعرف في موطن الشخص المدين، فنقول الشخص المدين سافر، الشخص المدين تغير موطن اقامته، صار تغير خاصه بظروف الحرب كثير عالم تغيرت اماكن اقامته بسبب النزوح، هون انا صار في عندي مشكله انه لا يمكن البدء بالدعوى القضائيه الا حين انعقاد الخصومه، انعقاد الخصومه اي وجود المدعي والمدعى عليه، فهون ممكن تطول احيانا نضل احنا 6 شهور 7 شهور 8 شهور فقط تباليغ لنعرف الشخص وينه، نقدر نوصل له ونقدر نبلغه انه بوجود دعوى مقامه عليك من قبل فلان الفلاني. لهيك هذا الموضوع بيحدده يعني كل قضيه على حده، كل واحد حسب تفاصيلها حسب احداثها بشكل منفصل. نعم. هلا في حال كان مثلا اللي عامل سند امانه مثلا مع دائن ثاني وتوفى، ممكن يرجع اولاده يشتغلوا بالدعوه، بدهم يرجعوا يعملوا شيء جديد، ولا بتضل مقامه الدعوه حتى تحصيل الحق؟ هلا في حال كانت الدعوه مقامه، شيء عندنا بالقانون اسمه تصحيح الخصومه، انا بذكر امام المحكمه انه سواء الدائن او المدين توفى وبقوم باجراء حصر ارث شرعي. طبعا. او اذا كان مثلا عقار ممكن امير على حصر ارث قانوني، لكن بهالموضوع هذا بسوي انا حصر ارث شرعي وبتقدم سواء كان انا مدعي يعني انا الدائن بصفتي وكيل الورثه بيكون هن اصالة عن انفسهم واضافه الى تركه مورثهم، واذا كان المتوفى هو المدين كمان انا بخاصم الورثه بصفتهم الشخصيه اصالة عن انفسهم واضافه الى تركه مورثهم اللي هو المدين، وتستكمل الدعوه باجراءات نظاميه، لكن هذا سبب بس من الاسباب اللي هي قد تطول في امر التقاضي. تطول. لانه انا هون صار فلنقول انا عندي 4 ورثه، 4 اولاد، 5 اولاد، في واحد منهم خارج البلد، واحد منهم خارج محافظه، صار انا بدي بلغ كافه الورثه، لانه الحقوق الماليه لهدول الورثه ممنوع حدا يغيب، لازم يكونوا موجودين. لازم يحضروا بشكل قانوني او يتم يعني الاجراءات تبليغ اصولا سواء تبليغا لاصقا، تبليغا عن طريق الصحف الرسميه، تبليغ. استاذ احمد مثل ما عم نشوف انه اوقات بيكون الشخص محق وعنده اغلب الادله وكافه الادله، في حال غياب ممكن دليل واحد ممكن يكون في مماطله وممكن يكون في وقت كثير طويل والشخص ممكن يكون محتاج لهذا المبلغ لضائقة ما، لمشروع ما إلى آخره، هذا الشيء ممكن نلاقي له مثل ما بنقول حل للإسراع بتحصيل الحقوق أو لا هو شيء تراتبي؟ إجباري بالنهاية شيء تراتبي، إن لم يكن سند رسمي أو سند تنفيذي أو سند منظم أمام جهة رسمية إجباري نحن نلجأ لدعوة قضائية يتم فيها التأكيد وجود هذا الدين فعلي، تأكيد المبلغ والحصول على الحق إجباري. نعم. بشكل لك ممكن أنا بحالات معينة إلجأ إلى رفع دعوة أمام قاضي الأمور المستعجلة لهالشيء الخصوص. نعم. هذا. نعم أستاذ أحمد، يعني كثير من المعلومات المهمة أعطيتنا إياها لليوم حول تصحيح سند الأمانة الخاص بالدين، خلينا نقول كمان يمكن في كثير معلومات ما نسألك عنها حول تحصيل الحقوق، لأنه في كثير من المغالطات عن بعض الناس. بالحلقات القادمة شكرا لوجودك معنا وكل الصحة لك. تسلمي لي يا رب. كل الشكر لك أستاذ أحمد.